صراحة جبل جيس مثل ما تشوفون مناظر طبيعية وجميلة. طبعا استحدثتها حكومة رأس الخيمة، هذا المينا مثل ما نشوفه، طبعا كفيو أو استراحة للعوائل، واللي حاب يكمل المسار يكمله من هذا الاتجاه. انطلاق مسار التسلق في جبل جيس، بداية المسار وبعدين انطلقنا من هذه البداية إلى آخر نقطة اللي هي نقطة العلم أو القمة الشمالية، وصولا إلى القمة الجنوبية. طبعا هنا في مسارين ممكن، استكمال القمة الشمالية والعودة أو إلى القمة الجنوبية مثل ما تشوفون. كملنا طبعا المسار إلى وصلنا إلى آخر مستوى العلم.